وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هذه الليلة ليلة إحياء، وليلة البيتوتة في المسجد مستحب، يستحب الغسل مع غسلين، أول عند الغروب وفي آخر الليل. يستحب التهليل والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هي ليلة إحياء وليلة ندم لمفارقة هذا الشهر العظيم، شهر الجوائز، شهر العطايا، شهر المغفرة بدون مقابل. في العام المنصرم عاهدنا الله سبحانه وتعالى بعهود، وأعلننا الندم والتوبة، ولكن ما إن انتهى شهر رمضان من العام المنصرم حتى عدنا في الذنب كما كنا. فهل نعود إلى الذنوب التي تركناها في هذا الشهر من هذه السنة؟ هل ننكث العهد والمواثيق التي عاهدنا الله سبحانه وتعالى طيلة هذا الشهر ننكثها؟ لا بأس بالتوجه والإقبال، وليس المهم قراءة تمام الدعاء بقدر ما فعلا نعلن الندم والحسرة على مفارقة هذا الشهر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله 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 لتتفتح أبواب السماء يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. اللهم إني أقدم إليك محمدا صلى الله عليه وآله بين يدي حاجتي، وأتوجه به إليك، فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولا وذنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا.
مجالا. اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافئ عبده على السواء منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عام وقضاءك خير إن عطيت لم تشب عطائك بمن وإن منعت لم يكن منعك تعديا تشكر من شكرك وأنت الملهم لشكرك وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك تستر على من لو شئت فضحته وتجود على من لو شئت منعته وكلاهما أهل منك للفضيحة والمنع غير أنك بنيت أفعالك على التفضل وأجريت قدرتك على التجاوز وتلقيت من عصاك بالحيل وأمهلت من قصدك لنفسه بالظلم تستنظرهم بأناتك إلى الإناث وتترك معاجلتهم إلى التوبة لكي لا يهلك عليك هالك ولا يشقى برحمتك شقيهم إلا عن طول المعذار إليه وبعد ترادف الحجة عليه كرما من عفوك يا كريم وعائدة من عطفك يا حليم أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك وسميته التوبة وجعلت على ذلك الباب دليلا وحيك لئلا يضلوا عن فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير. فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل. وأنت الذي زدت في الصوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرتهم لك وفوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك. فقلت تبارك اسمك وتعاليت: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقلت: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وما أنزلت من نظائرهم في القرآن من تضاعيف الحسنات. وأنك الذي دللتهم بقولك من غنيبك وترغيبك الذي فيه حظهم على ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم ولم تعه أسماعهم ولم تلحقه أوهامهم. فقلت: اذكروا لي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقلت: لأن لا شكر لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقلت: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسميت دعاءك عبادة وتركته وتركه استكبارا وتوعدت على تركه دخول جهنم داخري. فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك. فيا فهيا كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك. ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان موصوفا بالإحسان ومنوتا بالامتنان ومحمودا بكل لسان.
فلك الحمد ما وجد ما وجد في حملك مذهب وما بقي للحمد لفظ تحمد به ومن ومعنى ينصرف إليه يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والتفضل وغمرهم بالمن والطول فما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وخصنا ببركتك هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت وسبيلك الذي سهلت وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي خصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور وأثريته على كل الأوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضعفت فيه من الإيمان وفرطت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ثم أثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهارا وقمنا بعفوك وبعونك ليلا متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمة وتسببنا إليه من مثوبة وأنت الملي بما رغبت فيه إليك والجواد بما سئلت من فضلك القريب إلى من حاول قربك وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصاحبنا صحبة مبرور وربحنا وأربحنا أفضل أرباح العالمين ثم افطن فارقنا عند تمام وقت وانقطاع مدته إلهي ووفاء عدد فنحن مودعوه ودام من عز فراقه علينا
البعض يندم لفراق هذا الشهر للسرمار لأوقات الفرح للتلاقي للمجالس، لكن البعض يودع هذا الشهر وداع عز فراقه لأنه ما أمحاه من الذنوب. جاءنا بكل الجوائز، جعل نومنا عبادة، أنفاسنا تسبيح، أعمالنا فيه مقبولة، من قرأ فيه آية كان كمن ختم القرآن. أين نحصل ذلك كله؟ في أين؟ ببركة من غير هذا الشهر العظيم؟ فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا. لو فارقنا عزيز، من يكون العزيز؟ الأب يكون عزيز، الأم. لماذا الأم عزيزة وفراقها عزيز؟ لماذا الأب عزيز وفراقه عزيز؟ هل يفوقا فضل هذا الشهر العظيم؟ ماذا أعطى الأب؟ ماذا يعطي الأب؟ ماذا تعطي الأم؟ مهما عطت فهل يعطوا مثل هذا الشهر الكريم؟ لكن لا نجد هذه اللوعة لنا في قلوبنا كما نودع أهلينا وأحبتنا. فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا، وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا، ولزومنا له الدوام، وألزمنا له الدوام المحفوظ، والحرمة المرعي، والحق المقضي، فنحن قائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكبر، ويا عيد أوليائه، السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ويا خير شهر في الأيام والساعات، السلام عليك من شهر قربت فيه الأعمال، ونشرت فيه الأعمال، السلام عليك من قرين جل قدره وأفجع فقده مفقودا، وموجود آلم فراقه، السلام عليك من أليف آنس مقبل فسام، وأوحش من قضيا فمضى، السلام عليك من مجاور وقتا وكت فيه القلوب، ركت فيه القلوب وقلت فيه العيوب والذنوب، السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان،
وصاحب سهل سبل الإحسان. السلام عليك أكثر عتقاء الله فيك، فهل كتبنا من العتقاء فيك ما أسعد من رأى حرمتك منك. السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب. السلام عليك ما كان ولك على المجرمين مثلي وأمثالي، وأهيبك في صدور المؤمنين. السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام. السلام عليك من شهر هو في من كل أمر سلام. السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة. السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات. السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما. السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته. السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيض بك علينا. السلام عليك على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. السلام يا ربي إن لم نكن كذلك فبمنك ورحمتك وعطاياك اجعلنا كذلك، وإن لم نكن صادقين فاجعلنا كذلك. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه وعلى ماض من بركاتك سلبنا. اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقاهم فضل، أنت ولي ما أثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته، وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير، وأدينا فيه قليلا من كثير. اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة
واعترافا بالإضاء، ولك في قلوبنا عقد الندم، ومن سنتنا صدق الاعتذار، فأجرنا على ما أصبنا فيه من التفريط، أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه، ونتعارض في به من أنواع الدخر المحروس عليه، وأوجب لنا عذرك على ما قصرنا فيه من حقك، وابلغ بعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل، فإذا بلغتناه فأعنا على تناول ما أنت أهله من العباد، وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة، وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر. اللهم وما ألممنا به، اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إث، أو وقعنا به فيه من ذنب، واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا، أو انتهكنا به حرمة من غيرنا، فصل على محمد واسترنا بسترك، واعف عنا بعفوك، ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين، ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاغين، واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منها فيه، برافتك التي لا تنثال، وفضلك الذي لا ينقص. اللهم صل على محمد وآله، واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك في يوم عيدنا وفطرنا، واجعله من خير يوم مر علينا، جل أجلبته، واجعله من خير يوم مر علينا، جلبه أجلبه لعفو، وأمحاه لذنب، واغفر لنا ما خفي عن ذنوبنا علي، واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علم. اللهم اسلخنا باسم سلاح هذا الشهر من خطايانا، اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا،
وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، واجعلنا من أسعد أهله به، واجزلهم أجزلهم قسمة فيه، وأوفرهم حظا منه. اللهم ومن على حق هذا الشهر حق رعايته، وحفظ وحفظ حرمته حق حفظنا حفظها، وقام بحدوده حق قيامه، واتقى ذنوبه حتى تقواها، أو تقرب إليك بقربة أوجبت رضاك له، وعطفت رحمتك عليه، فهب لنا مثله من وجدك، وأعطنا أضعافه من فضلك، فإن فضلك لا يغيب، وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض، وإن معاذن إحسانك لا تفنى، وإن عطاءك للعطاء 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 المنهنى. اللهم صل على محمد وآله، واكتب لنا مثل أجر من صامه. اللهم صل على محمد وآله، واكتب لنا مثل أجر من صام أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة. اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا، ولأهل ملتك مجمعا ومحشدا، من كل ذنب أذنبنا. دعنا نعيد هذه الفقرة بتوجه. اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا، ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا، من كل ذنب أذنبنا أو سوء أسلفنا أو خاطر شر أضمرنا، توبة من لا يطول لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة، توبة نصوحة خلصت من الشك والارتيان، فتقبلها وارض عنا، وثبتنا عليها. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد، وشوق ثواب الموت، حتى لا
وجد لذة ما ندعوك به وكآبة من تستحي تستجي يستجيرك من واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبة وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا أعدل العادلين. اللهم تجاوز عن آبائنا وأماتنا وأهل ديننا أجمعين. اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهلنا أجمعين، من سلف منهم ومن غبا إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين، وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين، وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين، وأفضل من ذلك يا رب العالمين، صلاة تبلغنا بركتها يا رب العالمين، ينالنا نفعها يا أكرم الأكرمين، ويستجاب لها دعاؤنا يا أكرم الأكرمين، إنك أكرم من رغب إليه وأكفى من توكل عليه وأعطى من سئل من فضله، وأنت على كل شيء قدير. إلهي وسيدي ومولاي، إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يدي بحسن ظنه بك، إلهي قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلله. ليلة استغفار، ليلة توبة، إلهي قد جلس المسيء بين يدي مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلله. إلهي قد رفع إليك الظالم كفيه راجيا لما لديه، فلا تخيبه برحمتك من فضلك. إلهي قد جثى العائد إلى المعاصي بين يديك خائفاً
فيه الخلائق بين يدي. إلهي قد جاءك العبد الخاط فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذرا راجيا وفاضت عبرته مستغفرا نادما وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاهل ولا لوعيدك ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف ولكن سولت لي نفسي وعان لي على ذلك شكوتي وغر لي سترك المرخى علي فمن الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من اعتصم وانقطعت حبلك عني فيا سوته غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوه أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط ويلي 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 كلما كبر سني كثرا ويلي ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي فكم أتوب وكم أعود أما آن لي أن أستحي من ربي أما آن لي أنا أستحيا من ربي اللهم فبحق محمد وآل محمد اغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. إذا كان مهيئ الأمر إلى السجود فينبغي السجود وإذا لا هذه الليلة تستحب سجدة أن يقال فيها أتوب إليه أتوب إلى الله مائة مرة. ارحم من أساء واقتراف واستكان واعتراف. هذه ليلة اعتراف ليلة اعتراف بالتقصير وبالذنوب. ارحم من أساء واقتراف واستكان واعتراف. ضع خدك الأيمن إن كنت بئس العاب فأنت نعم الراب. ضع خدك الأيسر عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم فعم عد إلى السجود. العاف 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 والعاف العاف والعاف والعاف العاف والعاف والعاف
العفو 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 العفو. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. إذا استشعرت الثقل واستشعرت الألم في ظهرك تذكر ماذا فعلت من الذنوب. فمثلي وأمثالي ماذا فعلنا؟ العاف والعاف والعاف 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 العفو 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 العفو. أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي. أنا الذي أسأت أنا الذي أخطأت. من رفع رأسه فليعود إلى السجود. أنا الذي هممت أنا الذي جهلت أنا الذي غفلت أنا الذي سهرت أنا الذي اعتمدت أنا الذي تعبت أنا الذي وعدت وأنا الذي أخلفت أنا الذي نكرت أنا الذي أقررت أنا الذي اعترفت بنعمك علي وعندي وأبو بذنوبي فاغفر العاف 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 بحق هذا الشهر اغفر لي إلهي. انطردتني من رحمتك ولم تغفر لي
فبحق صاحب الزمان اغفر لي. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن ارفعوا رؤوسكم. اللهم هذه ختام هذه الفاتحة. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وقد تصرم وأعوذ بوجهك الكريم يا رب أن يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعه او ذنب تريد ان تعذبني به يوم القاك. اللهم لا تجعله اخر العهد من صيامي لشهر رمضان واعوذ بك ان يطلع الفجر هذه الليل إلا وقد غفرت لي إلا وقد غفرت لنا إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذا شهر رمضان وقد تصرم فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي علي الذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني علي أو تقايسني به فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. يضمن لنفسه أنه كتب ماذا مرحوما ولم يكتب شقيا محروما. لعل هذه اللحظة لأن في الرواية أن هذه الليلة الناس تقبل على ليلة القدر وما أعظمها من ليلة القدر ليعتق لأن يعتق الله سبحانه وتعالى أنفسنا من النار. الله سبحانه وتعالى في الرواية أن في هذه الليلة هي هذه أعظم الله سبحانه وتعالى يعتق من النار ويغفر لمن استوجب النار مثلي وأمثالي يغفر ماذا بعدد من أعتقهم في الشهر إذا كان في كل يوم أو كل ليلة يغفر الله سبحانه وتعالى يعتق ألف ألف ويعتق في يوم الجمعة في كل ساعة ألف ألف وفي ليلة القدر ماذا أعتق الله سبحانه وتعالى الله أعلم لكن في هذه الليلة يعتق أضعاف 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 ما أعتق طيلة الشهر. يعني هذه ليلة الجوائز ليلة توزيع الجوائز وليلة العتق من النار. اللهم اللهم
اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان وقد تصرم، فأسألك بوجهك الكريم، بوجهك لا بعملي لا بدعائي لا بصلاتي لا بصيامي لا بزكاتي، بوجهك الكريم وكلماتك التامة، إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه أو تقايسني، ومن أنا يا رب تقايسني به، إن كان بقي علينا ذنب لم تغفره لنا يا ربنا أو تريد أن تعذبنا عليه أو تقايسنا به، إن يطلع فجر هذه الليلة أن يطلع فجر هذه الليلة إلا وقد غفرته لي إلا وقد غفرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل يا ربنا شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة دم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة دين وخلاص نفسي وقضاء حوائجي، وتشفعني في مسألتي وتمام النعمة علي، واصرف السوء عني، والبسني العافية لي فيه، وأن تجعلني برحمتك ممن خرت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من ألف شهر في أعظم الأجر وكرام الذنوخ وحسن الشكر وطول العمر ودوام اليوز. اللهم وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك أن لا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال على أحسن حال، وتعرفني هلاله مع الناظرين إليه والمعترفين له في أعفى عافيتك، وأنعم نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل قسمك وقسمتك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. توجهوا للزيارة. اللهم صل على محمد.
هذه ليلة الزيارة في الرواية فضل هذه الزيارة زيارة الإمام الحسين في هذه الليلة عظيم جدا. من زار في الرواية عن الإمام محمد النقي التقي عليه السلام قال من زار الإمام الحسين عليه السلام ليلة 23 من شهر رمضان وليالي التي يرجى أن تكفر فيها ليلة أن تكون فيه ليلة القدر وكذلك ليلة ماذا ليلة الفطر. يقول فيها يفرق تصافحه ماذا روح 24 ألف نبي كلهم يستأذنون الله في زيارة الإمام الحسين. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كان ليلة القدر نادى منادي وكذلك في هذه الليلة قد غفر لمن أتى قبر الإمام الحسين. وفي رواية أن من يزور الإمام الحسين في هذه الليلة ما وقد مات في الطريق أو عرض له مرض أو ما شابه قيل ادخل الجنة آمنا. من يزور الإمام الحسين هذه الليلة يكتب من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار. هذه الليلة من الليالي المخصوصة بالزيارة. يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال ثلاث ليال من زار فيها الإمام الحسين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر منها ليلة النصف منها ليلة النصف إلى آخر من الروايات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي دخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الإمام الحسين زيارة مني ونيابة عن صاحب العصر والزمان وعن والدي والد والدي وإخواني وأصدقائي وجيراني ومن له حق علي وأهلي أحبتي وقريتي. يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله عبدك وابن أمتك الذليل بين يديك والمصغر في علو قدرك والمعترف بحقك جاءك زائرا قاصدا زيارتك متوجها إلى مقامك متوسلا إلى الله تعالى بك فاقبله واقبل زيارتك. وأن كنا ملوثين بالذنوب والمعاصي من مستحبات الزيارة القيام. من يستطيع أن يقوم فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم الصفوة الله. ما زلت لم أتوجه بقلبي ما زلت هناك ما كنت توجه. اسمحوا لي أن أعيد.
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح أمين الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي حجة الله، السلام عليك أيها الوصي البر التقي أتوى المتقي، السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى استبيح حرمك وقتلت مظلوما، لماذا قتل الحسين؟ أليس من أجلي ومن أجلك؟ لولا الإمام الحسين لما كنا هنا ولما كنا شيعة وما كنا محبين لله، لولا الحسين وكل شيء من عند الحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن السيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بطل المسلمين يا مولاي، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أن الأئمة منك الإمام البر التقي الرضي والزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، إلهي ثم يقول انكب على من يقول الإمام يقول انكب على القبر وقبل وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يا مولاي ومعاد لعدوكم، وأنا بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سن وأمري لأمركم متبع، يا مولاي أتيتك خائفا فآمني وأتيتك مستجيرا فأجرني وأتيتك فقيرا فاغنني، سيدي ومولاي
أنت مولاي حجة الله على الخلق أجمعين. آمنت بسركم وبعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم وأولكم وآخركم، وأشهد أنك التالي لكتاب الله وأمين الله الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لعن الله أمة ظلمتك ولا جعلنا الله منهم، وأمة قتلت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام على الحسين بن علي المظلوم الشهيد، قتيل الأبرات وأسير الكربات، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك الثائر بحق، أكرمته بكرامتك وختمت له بالشهاد، وجعلته سيدا من الساد وقائدا من القاد، وأكرمته بطيب الولاد وأعطيته مواريث الأنبياء، وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه من الآخرة بالأدنى، وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أولي الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى سفك في طاعتك ذو دمه واستبيح حريمه، اللهم لعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. هكذا كان رسول الله، هكذا كان أمير المؤمنين، هكذا كانت فاطمة الزهراء ليلة العيد يوم العيد في كل موطن فرح وسرور، يستدعون مأتم الإمام الحسين. السلام زيارة علي بن الحسين. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها المظلوم الشهيد، وابن بأبي أنت وأمي، عشت سعيدا وقتلت مظلوما شهيدا. الشهداء، السلام عليكم أيها الدابون عن توحيد الله، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، بأبي أنتم وأمي فزتم فوزا عظيما. العباس، السلام عليك أيها العبد الصالح
والصديق المواسي. أشهد أنك آمنت بالله ونصرت ابن رسول الله ودعوت إلى سبيل الله وواسيت بنفسك، فعليك من الله أفضل التحية والسلام. بأبي أنت وأمي على ناصر دين الله، السلام عليك يا ناصر الحسين الصديق، السلام عليك يا ناصر الحسين الشهيد، السلام عليك مني السلام ما بقي، وعليك مني السلام ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر تسليمنا لأوليائنا، والصلاة والسلام عليهم وعلينا أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.